مرحبا جميعا، انا سونيا. انني سمعت في توسفيل عن تطبيق يدعى سمارت سي، انه يقوم بواجبك المنزلي ويحمل المعلومات مباشره الى دماغك. حان وقت الذهاب الى توسفيل. لحظه، لنستخدم تطبيق سمارت. انا ادعى بالسيد ذكي. يمكنكم أن تصبحوا أذكياء. سأحول هذه المدينة إلى مدينة الأذكياء. هل أنتما موافقان؟ نحن موافقان. مايا، أنا قادمة مع السيد ذكي، إنه مليء بالمعلومات المفيدة. لأي سوار يليق بي أكثر؟ من المهم أن تكوني مصممة أزياء، ألا توافقين الرأي؟ أنت محق. أرأيتي؟ يجعل السيد ذكي الجميع أذكى. قل إن معرفتك ومعلوماتك لا حدود لها. مثل ما تقول تماماً. هل توافقونني على ذلك؟ موافقون بالتأكيد. يبدو أن خطباً ما أصاب سكان توسفيل. هل لاحظتم؟ كل شيء بخير سونيا. السيد الذكي عبقري جداً. إنه يعرف مصلحتنا. مايا، نيك، بيوابو، مافي وسونيا. سونيا من توسفيل. الأمهات والبنات، مرحباً بكم، أنا سونيا. أحب قضاء وقتي في توسفيل. وقت توسفيل للذهاب. سونيا، هيا بسرعة، درس ركوب الخيل بعد 15 دقيقة. هيا سونيا، جاهزة؟ ستذهبين إلى نادي البرمجة. دروس رياضة الصيد. نادي الحياكة. لا تسيء فهمي، أنا أحب هواياتي، لكني أريد بعض الوقت مع أصدقائي. سونيا، جاهزة؟ سأذهب الآن إلى توسفيل. يا سونيا. هيا بسرعة بسرعة. توسفيل أروع مكاناً على الإطلاق، ودعني أوي شاحي. يريد أصدقائي أن يعرفوا سبب غيابي الطويل عنهم. أنت شخص عنيد، إن فعلت هذا دائماً سوف أنهار تماماً. صحيح، عندما أصبح أماً سأترك لأطفالي وقت فراغ. أنا سونيا الوالدة الرائعة. مهلاً، لحظة، أليس لديكم آباء؟ من أين سكان توسفيل؟ جئنا من أماكن مختلفة، فمثلاً نيك سقط من شجرة. ومافي خرج من الفرن. أظن أنني أحترق. ربما بلغوا في خبزي قليلا. لكن معظم السكان يأتون من باتا. أتى معظم سكان توستفيل من هذا المكان. أوه. أوه. إنه لطيف ووسيم جدا. ها هو مفتاح الربط المشاغب. مؤلم، يشبه السلحفاة التي تعود. هذا، أين كرسي الهزاز وحذائي؟ هذا مذهل، يولد كائنات كبيرة السن. بالطبع، ألا يحدث هذا في عالمك؟ لا أبداً، عليك أن تكبر بنفسك. أيمكن لي أن أحصل على طفلاً من باتا؟ أجل، لكن عليك أن تجتازي الاختبارات أولاً. صحيح، تصنع باتا نسختك الصغيرة، إنها رقمية، لكن تتصرف كطفل حقيقي. أنا أريد تجربة ذلك، هذا رائع. سونيا الصغيرة التي سأجعلها سعيدة. لنبدأ، لصنع النسخة منك عليك لعق إبهامك ووضع بصمة على الورقة. لقد فهمت، من أجل حمضي النووي، صحيح؟ حمضي ماذا؟ عندما يعقد سكان توسفيل اتفاقاً يلعقون شيئاً ما. فهمت، عوضاً عن التوقيع. صحيح. واو، الصغيرة سونيا تبدو لطيفة. ستبقى فعالة لمدة 3 ساعات. هذه صغيرتي العزيزة، إذا سوف أدعوك مونيا. سونيا. مونيا. سونيا. مونيا. بداية الأشياء رائعة. سونيا دوري. سونيا ادفعي. سونيا اجري.
باي. اجري. دوري. بعد ذلك تعبت كثيرا. وقت استراحة لأجل سونيا. سونيا، لدي أخبار مذهلة. سيقام عرضا في الساحة خلال ساعة واحدة. إنها فرقة الأحجار السعيدة. ساعتي إنها المفضلة لدي. سونيا احفري. آسفة، تذكرت، لا يمكنني أن أذهب. تمتلك مونيا الكثير من الطاقة، يجب أن تبقى مستمتعة. احفري احفري احفري. سجليها في نادي حفاري توستفيل، إنهم يحفرون باستمرار. هل هذه تكون شقيقته؟ ابنتي الاختبارية. أوه. أي مجرد تجربة أمومة مبكرة. إنها جميلة ولطيفة. سنعتني بها. حسناً، سأخذك بعد الحفل مباشرة مونيا. وداعاً. احفري 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 احفري. مونيا، لقد عدت. مونيا، أين أنت؟ بي؟ بو؟ أحد ما هنا؟ أنا أحد ما. لم تصرخين؟ مرحبا سيد أحد ما. هل رأيت نسخة صغيرة مني في الأرجاء ومعها توأم؟ لم أرى أي أحد هنا. ولكن ما هذا؟ هناك من اخترق غشاء الجبن. لقد فهمت. ولكن هذا عمل ليس جيدا. لا يوجد شيء هناك سوى الفتات. بالنسبة لي أعرف قليلا عن غشاء الجبن الذي يقسم الكوكب إلى قسمين. توستفيل على الجانب الأول حيث يعيش السكان، على الجانب الآخر الأراضي المحروقة. إنه مكان خاص بالفتات الماكر جدا. هيا إذا، هذه الأراضي المحروقة. أنا أتساءل كيف يبدو الفتات. اسمع، لن يعترف السجناء أين الثقب. سنجده بأنفسنا. أو سيجعلهم خطاف الفتات يتكلمون. إنهم أشرار حقا. ربما مونيا وبي وأبو هناك. سأجعلهم يعترفون في وقت قصير. أقسم أنني سأفعل ذلك، لكن أولاً سأتناول كوباً من المشروب اللذيذ. ربما سار كل شيء حسب الخطة، لكن لم أرسم خطة. سونيا، هيا نحفر. لن نحفر، سأنقذكم. لن يفيد هذا، تمت برمجته لكي يفتح للفتات فقط. برمجة؟ كنت في نادي البرمجة لمدة سنتين، سأعيد برمجته. ها نحن. أخطأت. لنجرب هذا. لقد أخطأت. ها هو. توقفوا. من هنا. تعالوا. مثل نادي الصيد. السمك يتناول الطعم فعلا. اهربوا. امسكوا بهم. ركوب الخيل. مونيا هيا اصعدي. خلفهم. هذا سهل. خذي إذن. كجولة في الحديقة. أحسنت. أتمنى أن تقابل مدرب ركوب الخيل. هذا في أحلامك يا فتاة. تكلم الحصان. سونيا هيا. لقد علقنا، لذا لا أدري كيف سيساعدنا.
يساعدنا نادي الحياكة هنا. أوه، وشاحي الصغير! توزفيل أفضل مكاناً حقاً! شكراً لكم يا رفاق! سونيا! مونيا! سونيا! مونيا! سوف أفتقدك كثيراً يا صغيرتي! الرقميون لديهم مشاعر أيضاً! أوه لا، ربما لاحقاً. وقت الذهاب للمنزل. ليس من السهل أن تكون من الآباء حقاً. سونيا، أين أنت؟ قادمة أبي. يبدو أن أمي وأبي أدخلوني إلى النوادي لسبب وجيه. رسالة خاصة لتيم من نيويورك. لقد كان حفل الأحجار السعيدة ذاك أفضل حفل على الإطلاق. وداعاً. لا يمكن ضبطه. مرحباً يا أصدقائي. قضيت وقتاً طويلاً أمام المرآة مؤخراً. لم يعجبني الزي الذي لبسته أبداً. جعلني أفكر في تحسين نفسي. إلى أن اتصلا بي وبو. ها؟ على هذا الهاتف الصدفي الذي اخترعه عمهم الثاني. سونيا! معك بي وبو. نحتاج المساعدة. مافي حزين جداً ويشعر بالخجل. والسبب لأنه يشعر بأنه أخرف. إنه منعزل الآن. ولا يريد التحدث معنا. يبدو أن مافي يحتاج بعض التشجيع. ورقائق الموز هي الحل المثالي. حان وقت الذهاب إلى توزفيل. أوه، مرحبا مافي. لما تبدو كالعلكة الممضوغة؟ أحضرت رقائق الموز. إنها تجعلك سعيدا دائما. لا أريد. أظن أن البصل المسلوق هو الوحيد القادر على إبهاجي. لا مشكلة، هيا لنعد البصل. لا داعي لذلك، أخاف أن يكتئب البصل بدلا مني. ما السبب الذي جعله كئيبا هكذا؟ لأنه حطم رفا كبيرا من العصير في المتجر البارحة. أنا أخرق لدرجة أنه لن يحبني أحد أبداً. لما يجب علي أن أكون كعكة محروقة؟ لما لم أكن طائراً جميلاً؟ يحتاج مافي إلى المساعدة. تذكرت، ألستما من أخبرني أن عمكما الثاني ذات مرة اخترع جهازاً صانعاً للتطور؟ نعم. مذهل. انظر مافي، ما رأيك أن أقوم بإعداد البصل المسلوق والمطور لك؟ مختبر العم الثاني، هذا فائق الروعة. هل ذلك الذي هناك هو صانع التطور أم ماذا؟ صحيح، يمكن إخضاع أي كائن لسلسلة تغييرات ليتحول إلى شيء جديد. سماه العم الثاني التطور الذي يتم التحكم فيه تقريبا. هل قلت تقريبا؟ نعم، لأن النتيجة غير مستقرة. انظروا، راقبوا هذا. سوف نجرب تحويله إلى برتقالة كمثال فقط. الآن سنعطيه أمر التطور ولنرى ما سيحصل. تبدو طازجة جداً. طعمها كالبرتقال. لحظة، لماذا عادت إلى الثوم؟ أخبرناك سابقاً أن النتائج غير مستقرة. عليك أكلها بسرعة قبل أن تعود إلى حالتها الأصلية. سنجعله يعمل. وعدت مافي أن أطعمه البصل المسلوق. وهذا هو سبب مجيئي. جيد، هذا هو البصل المسلوق.
السلسلة تتشكل، نعم، ثم تطور. أوه، هذا هو البصل. ألذ بصل مسلوق تناولته في كل حياتي. سوف أجربه مرة أخرى. سأقوم بتطوير الحذاء إلى مثلجات. هيا تطور. ها؟ توقفت سلسلة التطور. ماذا حدث؟ يمكن أن يحدث فيه خلل لأنه تجريبي. أوه، لا بأس بمزهرية جميلة. مافي، املأها بالزهور، ما رأيك؟ وأعطها لمايا لتعتذر عن رشك لها بالعصير في مركز التسوق. وهل سينفع اعتذاري؟ لا فائدة، أنا مجرد شخص أخرق للغاية. من سيحب شخصاً يتصرف مثلي؟ مهلاً، هذا الاختراع يستخدم للتطوير، لما لا نجربه على مافي؟ لا أظن أن هذا سينجح. أنا جاهز لهذا، سأفعل أي شيء كي لا أبقى أخرق هكذا. ها، ما رأيك أن تكون عصفوراً؟ لنجرب كونها مؤقتة. حددت المرحلة النهائية وهي طائر النورس. المهم هو ألا تعلق في المرحلة الوسطى. هيا لنبدأ عملية التطور تيل. انظر مافي، هذا رائع، أصبح لديك أجنحة، بقي القليل فقط. علق في مرحلة الذبابة. لا، سنصلح الأمر حتما. لا، ماذا يحدث؟ لماذا يحصل معي هكذا؟ مافي، لا تخف، لحظة، سأعيد تشغيلها. أوه، ما تلك الرائحة الكريهة؟ إنها جميلة، رائحة مقززة، واضح أني أستحقها. مافي، توقف، لقد عاد إلى العمل، سأقوم بإلغاء تحولك فورا. لا أريد، أنا مثير للاشمئزاز، لا أريد العودة أبدا. سأذهب ولن ترى وجهي هذا مجددا. مافي، انتظر. أحتاج إلى أجنحة لكي ألحق به. سوميا، أنت متأكدة؟ لست أمزح، قم بالأمر. إنه ثقيل جدا، فقط علي إحضار مافي إليه. إن هذه الرائحة كريهة للغاية. ولكن أيضا لذيذة جدا. هيا هناك، إنها هي، إنها رائحة الجبنة العفنة. هذا مقرف جدا، ولكنه لذيذ. مافي، هيا عد معي الآن أرجوك، نحن جميعا نحبك كما أنت. لم يعد الأمر يهم، أعطني قطعة الجبن تيل. هيا علينا الإسراع، إن فشل صانع التطور بشكل نهائي سنبقى بشكل حشرات إلى الأبد. هذا ما أستحقه، أريد أن أبقى حشرة إلى الأبد، فأنا مجرد أخرق. للغاية حتى وأنا على هيئة حشرة. وسقطت سونيا بسببي.
حالاً. تعطل مجدداً. حاول. هذا متعب. حقاً؟ حان الآن وقت عودتي. لا يمكن الآن ضبط التطور. النقل الآني وحده يمكنه إيقافه. سونيا، عليك الانتقال ليتوقف التحول هذا بسرعة. نصيحة جيدة ماذي. سأنتقل حالما أعود. بشرية، والآن وقت العودة. مكنسة؟ لا أصدق. رفاق، أراكم لاحقاً. رغم أخطائك، أنت رائع يا ماضي. أنت محظوظ لأنك تمتلك صديقة مذهلة مثل سونيا. صحيح، الحق معكما. في بعض الأحيان لكي نحافظ على أمورنا علينا أن نبقيها تماماً كما صنعت. بعد تجربة التطور التي مررت بها، سعيدة بأن أكون أنا وأقول إلى هوغو من برلين: نعم، لقد عدت وما زلت أشتهي طعم ذلك الجبن الفاسد. إلى اللقاء.